تقسم جزيرة سقطرى أفقياً، هضاب وسلسلة مرتفعات جبلية أشهرها ديكسم، وأطولها على الإطلاق سلسلة حجهر بارتفاع 1525 متراً. يزعم أن هذه المرتفعات ظلت خارج مياه المحيط العالمي الذي طمر نصف العالم قبل ملايين السنين. وهو ما يفسر احتفاظها حتى اليوم بما يقارب 300 صنف من النباتات التي لا نظير لها في العالم. حظيت سقطرى باهتمام عالمي نظراً لاحتوائها على عشرات الأنواع النباتية النادرة، ويرتبط هذا التنوع الحيوي الكبير بتضاريس سقطرى المتنوعة والظروف المناخية والتاريخ الطويل من العزلة عن اليابسة وفقاً لباحثين. بحسب إحصاءات، توجد في الجزيرة ما يقارب 270 نوعاً من النباتات التي لا وجود لها في مكان في العالم، بينها 10 أنواع نادرة يهددها الانقراض، 7 منها أدرجت في الكتاب الأحمر للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة. إلى جانب قيمتها البيئية، تتميز مرتفعات ديكسم بمناظر سياحية خلابة، وهي تمثل مصدر جذب للسياح، حيث يمكنهم ممارسة الكثير من الأنشطة كالتخييم والتسلق وغيرها من الأنشطة. عبر مختلف العصور التاريخية، لعبت الجزيرة دوراً في إنتاج السلع المقدسة كالبخور ودم الأخوين والنفائس كاللؤلؤ، وهو ما جعلها تحضر في كتب الرحالة والجغرافيين القدماء.